مجد، اوعى تفكر اني ممكن اسمح لحدا انه يضغط عليك. اساسا انا ما بقبل على حالي. مش ممكن ارضى اني اشوفك بمطرح محرج وانت ما عبالك تكون فيه. هذا ليش هيك عم تحكي انت؟ كل القصة وما فيها انه اعتبرت انه هذا القرار بيخصني انا وياكي بس. اكيد ما عندي اي اعتراض على المبدأ. لك مجد انا بحبك. مش بس بحبك، انا بحس تجاهك شيء اكبر بكثير من الحب. حبيبي، كل هالتفاصيل العائلية ما بتعنيني. انا بدي اياك تكون انت مرتاح وبس. بدي اياك تعمل يلي انت بدك اياه. طيب، شو رايك ننسى هذا الموضوع ونعتبره خلص انتهى؟ يعني امك حطت الموعد وخلص، انا رضيت واستسلمت. طيب اسمع مني، حاول تقاوم بعد شوي وانا معك. لك حدا بيروح على الحبس بايده؟ اذا كانت كل الحبوس هيك فما في مسجون بالعالم رح يطالب يطلع. ما دامك استسلمت ورفعت الراية، حضر حالك لسلسلة تجهيزات ومهام عندك ياهم تعملهم. حاضر سيدي، وانا من ايدك هي لايدك هي. ما رح اقول هيك اكثر من هيك، لازم نروح عند بابا على الشركة لانه اكيد بيكون غار، وبعد عندي نزلة على السوق. اوكي، انا رح حاسب والحق. رح اشتاق لك. وانا كمان. تبيع حالك. ألو، كيفك أبو رأفت؟ وصلت على بيروت أنت؟ طيب أوعك ترتبط بأي حدا، تعال عندي على الشركة. إيه بدي أنزل على الشام، رح أبعت لك العنوان بمسج. الله معك.